ياقوت، جيبك الطماطم يعيشك. نوريا واش راك ديري؟ اش قاعد تشوف؟ ها باينة راك ديري في الفطور. إما لواش تسأل؟ ما نعرف. اسمعي، باغي نقول لك باللي حرجي روحك، مولاي راه جايب ضيف وراه باغي يشطي طحا بالقنين. ايه وشكون هالضيف؟ مانيش عارف، بصح على حساب الشوفه الشير يكون سمير التومي. ليه ليه؟ على خاطر شي عرضه باش يفطر معاه باش يغني له في الديوان. اي ميله، ازرب روحك مشي للمرشي وقضي لي. وين هذا المرشي هذا؟ انا كل صباح نقعد للمرشي انا ولا؟ وقلب الصباح رحت للمرشي. اسمعي، انا راني عيان وراني نحسن وباغي نرقد. نوري، قضية الصباح ما فيهاش أرنب، امشي خف روحك، جيب لي أرنب وشامبينيون، ما كانش نشكي المولاي. وانت غير نهضر معاك تقولي لي مولاي. وهذا الأرنب يجيب لك حلو ولا بيضة؟ قولي لي. جيبو حتى فيولي، المهم ازرب روحك. وهذا الأرنب فيولي هذا من جيبها لك أنا بن عمي. أوه، باش يخرجني من عقلي. عسلامة، مرحبا بيكم، مرحبا في كوجينة عاشور. اليوم باش ندللكم مرقه بالارنب، باش نطيبها لكم ليكم والمولاي، متاكده باش تعجبكم. المهم ما تزابيوش، هانا راجعين. مرحبا بيك سي سمير التومي، مرحبا، شرفتنا ونورتنا في كوجينة عاشور. الله يسلمك نورية، يعطيكم الصحه على هذا العرضه وهذا القعده الشابه، على حسن الكاد هذا، الله يبارك يعطيكم الصحه. مرحبا. الله يسلمك يبارك فيك. انا نشوفك راكم وحدكم هنا، ماشي نشوف خاص النوري نوري معكم هنايا. النوري النهار الكل يعديه راقد وبعد يقول لي صايم، ما فهمتش كيفاش هكذا. ريت كيفاش؟ معليش، شرفت دابا رمضان هاني انا لهنا. الله يبارك يا سير، انت نوري وانت نورية. الله يبارك. ياقوت، جيب لك الطنجره يا سيدي. مرحبا. مرحبا بك، باش نضيفوك على حاجه بنينه، سورتو انت ومولاي. يعيشك يعيشك. مالا ساعه وينك هالغيبه؟ شنو احوالك؟ انا دائما دائما ننشطوا ونخدموا ورانا نوجدوا ان شاء الله بعد رمضان هذا راح يخرج ان شاء الله جديد، بان نخلو ان شاء الله لا سيربريز جديد بعد رمضان نقدموها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اغنيه جديده؟ اغنيه جديده، يو غا دو تخوا شونسون، دو تخوا تيتخ ان شاء الله يكونوا بعد رمضان ان شاء الله يخرجوا. بالجملة دو تروا شونسون. ايه نبداو بالوحدة. نبداو بالوحدة. مرحبا فيها كل وحدة ومن بعد نروحوا لا دوزيام ان شاء الله. مرحبا بيك. يعيشك. سمير يا سمير، اليوم باش نستدعاوك على مرقة بالأرنب بالقنينو. ايه سي فري، يقولوا القنين بنين. تاكلو؟ وي يعجبك؟ كيكون بنين، كيكون لا روسيت تاعو، سا ديبون لا روسيت لحد راح نديروها اليوم معك. هاك باش تشوف. هاني نشوف. باش نعطيك المقادير ليك انت وللساده المشاهدين زاده باش يحضروا رواحهم معايا. مرحبا. اليوم باش نستحقوا الارنب، سهله برشا، نستحقوا طماطم كعب، ونستحقوا شامبينيون، البصل، السمن، كزبر فرشك مقصوص، طماطم زاده معجونه، كمون، ملح، فلفل عكري، والثوم، والطوماطيش والحمص. والحمص على حساب الدوش راه حاضر هنا، على بالي لا ريسيت راح تكون هايله هايله هايله. مالا تو تشوف كيفاش باش نحضروها، باش نوريك كيفاش نطيبوها وسهله على الاخر على الاخر. ياقوت، اعطيني الزيت. النار هاي شاعله، باش نحطوا الزيت نتاعنا في الطنجره. الارنب تنظفت، عملني لها القارص باش تنحيك الريحه يعيشك، وتبدا حاضره للتطيب. باش نصبوا الزيت نتاعنا. تعاون انت في الكوجينه ولا؟ نعاون مين داك، نعاون شويه هكذا يا مي. تعاون شتا؟ تاكل؟ فختيلي. لا نعاون كي كنا يعني كي نكون نعرف هكذا يا شي دي غوسات هكذا يا اللي يعني كوني ولا هكذا نعاون فيهم، سينو غوسو موضوع على بالك الحاجه اللي ما نقدروش نعرفوا نديروها ولا نعاونوا في الحوايج واحد اخرين. اي بي في ستوندار كيما يقولوا الحاجات السهله، معناها اش تعرف الطيب مثلا؟ نسلك شويه راسي. شد هكا كي انت تعاون. ايوا بسم الله. ما مالكم ما نعرفش اليوم نتاع اليوم باش تبدا تعاون. اليوم نبدا الشامبينيون هذاك قصته لي حضروا. تخي بيان. باهي حطينا الزيت في الطاجين. يقولوا له لو شامبينيون دو باري. ايوا قصته. خا نشوفك كيفاش باش تقص لي ترانش كبار متوسطين. عندك كيما حبيت انتيها. انا حطيت الزيت، الارنب كيما قلنا نظفنيها وحاضره، باش ناخذ
المغرفة. أول حاجة باش نعملوها باش نحطوا الأرنب مقصوصة قصيناها كبيرة بالذمة. علاش باش نحطوها؟ باش نفوحها. ومن بعد باش نحطها على النار تتقلى شوية وتاخذ اللون هذاك المزيان، ومن بعد نكملوا الباقي. كيفاش باش نفوخوها؟ باش نحطوا لها أكيد قولوا لها ملح، شوية ملح اللي ما يغيب على طعام. أيوة هكا ولا وسر. وباش نحط لها شوية البصل. شحال عندي لك شامبينيون؟ والثوم حطيناه مع بعض. شحال عندي لك شامبينيون؟ بديت تسأل من توا طلقت في صح سي جامينا. إذا زاد الشيء وأن حديه مش ما نديرش كلش بالك انتي تسحقي غير شوي. لا لا مش تعملوا الكل كامل، انتي تقصوا الكل. ما نجي نكملوا تكون درتي جا درتي كملتي خلاص. ايوا باش نحطوا شويه من الفلفل هذا العكري باش تخليه الارنب تاخذ هاللفاحه هذيا هكا الطنجره نتاعنا. ومن بعد نحطها على النار تتقلى وتاخذ لون اكل مزيان. هذه الطنجرة كي تكمل الارنب تتقلى تريف باش نخلط عليها الطماطم اللي هي معجونة والطماطم الفرشكة والكزبر والحمص ونخليوها بعد ما نمرقوها تتجمر تطيب على روحها. الله الله. الله الله. قول لي الشامبينيون هذاك اش باش نعملوا به؟ هاد الشامبينيون؟ ايه ديكوري به. ديكوري به هكا عرفت. باش نسوتيوه وهو اللي من بعد نحطوه مع الارنب. وهكاكا تولي الماكلة حاضرة. صافا سلكها شوية. سلكتها. ايه. سلكتها وهيل. او انت شنو هي الماكله اللي تحبها في رمضان؟ انا ماكلتي على حساب غنايا. حنايا على حساب غنايا اش معنى؟ على حساب الغنايا حاب يقول حنايا في الماكله تقليديه، ماكله تراديسيونيل. ايه كيما كيما التراث اللي نقدموه. إيه؟ وحنا عندنا عادات وتقاليد كي تعرفي حنايا. مي كثرتها نبداو بشويه تاع الشربه ولا شويه تاع بويوت ولا مي كاين بزاف اللي يقول لك 16 ساعة ومن بعد يدخل عليها بعد ولا ما يقدرش ينوض. انت كيما نقولوا أكثر من نوري نولي ما نبش 16 ساعة. نوري هذاك النوري هذاك. مي دوكا نو دوك جو بونس يفو ميو الإنسان يدير حاجة ياكل حاجة خفيفة باش ما يتقلش. انت شنو تحب؟ ينسوب 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 هكذايا. كهوة؟ إيه ينسوب بيا بك شربة هي جينيرالمون حنا كنشربها ولا حريرة ولا جاني. إيه وخلاص من بعد نخلو كاش زوج سوايع ولا ثلاثة هكذا يا باش الإنسان يقدر يعاود يحط الطابلة ويبدا ويحط. كي تحط الطابلة اش تحب تاكل؟ أحسن حاجة أنت تحبها؟ أحسن حاجة والله كاين بزاف حوايج. شنو؟ كاين الدولمة نحبها. إي. المتوم نحبه. صوص غوج. بوكو سالاد. بوكو سالاد. إي بوي هذوك اللي يكونوا مع الفلفل. دونك أنت تخير الخضرة أكثر حاجة. الخضرة أكثر حاجة. لا مام للصحة خضرة أكثر حاجة. باهي دونك الأكلة نتاع اليوم باش تعجبك. أنا ما تعجبنيش صافي. بعد اليوم كي تكون حاجة هكذا الإنسان يقدر يغمض عينه يا لا يا عاد شنو غمض عينه باش تشوفها خضرة تشوفها باهية هكا فيها. لا أمي صاحبني الكنين على بالك معروف باللي كنت كي تكون لاروسة تاعو يعني متقونة مليح ولا فيها بنة. أيا كمل قص لي شامبينيون بغنية نسمع أغنية مزيانة. واش حبيتي تسمعي؟ انت اش تحب تسمعنا؟ احنا علاش نقولوا واش حبيتي تسمعي؟ احنا اون فو فيغ بليزير. واش حبيتي تسمع؟ واش حبيتي تسمعي اغنيه؟ غنيت قبل وانت تقص في الشامبينيون. شفتي؟ شفتي؟ فقتيني. شفت كيفاش؟ هاي. ايه. راني نخمم واش نغني لكم حاجه اللي تليق مع رمضان. الطبقه اللي باش تغني عليها. طبقه. دوزيام ايطاج. يا الله تفكرت جرات دمعتي زادت لي تنكيد سخونة تحرق فوق خدي خلاتي مارة اللطف يا حسرة عليا وين نار تميت بعيد فكرت ليام والليالي الحباب سارة توحشت البهجة وما نطول شي نعمل دارة والله
وانت مش حبيت تسمعي؟ ما حلاها الاغنيه ياسر حلوه. ريح في البريمه ايوه ليام كيف الريح في البريمه لي 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 ليام كيف الريح في البريمه يا عيني. منين جبت هالغنيه؟ منين؟ من شامبينيون. قال لك يتشبع لك واش تقول راسي احنا مازال ما كريناش بدينا الخدمه. ايه على بالك انا وياك باش نكملوا على طول هكا يبرلوا ونجيبوا طيبوا سحور هكا. انا سيب الريتم هذا والله غير نوري غير خليها راقد باش كاين نوض ما سيب والو. مرحبا يا مرحبا. ونسينا الطنجره. يا درا قلت لك راح الفطور. ايوا هذه الارنب لازم نمرقوها. خلاص نخليوها تطيب على روحها. يا درا الطنجره نتاعنا هي لازم تخليها تطيب بابتي فو باش تتجمر بيان. جوست زيدوا له زيدوا هذا ثاني. لا لا يزي مادام غنيت هكا يزي. قولي والله نعفيك والله. تعيش معليش نقدر نزيد لك واحده من عندي بونوس. نخليك تزيد انت تقص الشامبينيون وبعد نشوفوا كيفاش باش نزينوا البلان تاعنا. الله الله نقول لكم كيفاش. كملنا الغوسيت نتاعنا والارنب طابت في حقها ان شاء الله يا ربي تعجبك. سيغ تعجبني يا نوريا يعطيك الصحة فريمون ان روسيت الله يبارك مصح الواحد ليه الشهر واعر باش يقعد معاك في الكوزينة. تعرف علاش جات هكا بنينة؟ ماك الشامبينيون اللي انت قصيتها. الله الله دوك الناس تولي تطيب كل يوم القرين في رمضان. اوه سي سمير شيرك خويا؟ اهلا نوري. كهيا الحمد لله كي راك؟ الحمد لله لاباس. سامحني ما قدرتش نقعد معاك على خاطر مولاي في رمضان يجيه رقاد ويبغي النعاس بزاف وحاط كاع المسؤوليه تاع المغرب كامل على ظهري. قالت لي نوريه قالت لي نوريه المسؤوليه باينه من عينيك. سي سمير غير روحوا لأدرى غادي يقدم. روحوا قول لي سي سمير بغي نسقسيك باغي نولي شونتير كي ندير؟ عندي كل شيء خاصني غير شويه تاع لافوا. ما خصك والو سريان جيتو هذيك هي. شوف كاين واحد الحاجه يقولوا لها الروبوتيك تولي عندك لا ميور دي فوا ياخ ما تكسرش راسك. هذيك هي الحاجه السهله. شرفتنا يا سيدي شرفتنا. يعيشك يا نوريا وبارك الله فيك ان شاء الله اشوفك في الخير. الله يرضى عليك يطول عمرك ويعطيك الصحه البلا هذا الله يبارك فيك. رد بالك معك شونتور كبير. يعطيك الصحه. يعيشك هذاك اش ناقص نوري يولي شونتور. غدوة إن شاء الله ملتقانا في نفس التوقيت. ما تنسيوش كوجينة عاشور شهية طيبة للناس الكل. غاولوا شفما إن شاء الله خير. لازم نزينو مولاي ناس وعليا وو اجري مسربيه وهلا يحطنا في الحبس. نذكركم في المقادير: أرنب، شوية زيت، بصلة، ثوم، 50 غرام طماطم كعب مرحية، 100 غرام طماطم معجونة، حمص، شوية فلفل عكري، ملح، فلفل أكحل، كمون ومعدنوس.